السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا لزميلي العزيز احمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي متابعي قنوات بين سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في نهائي بطوله افريقيا للاعبين المحليين. هنا نصل للمشهد الاخير في هذه البطوله التي استضافتها واحسنت استضافتها الكاميرون بعد أن تأجلت هذه البطولة بداعي طبعا انتشار فيروس كورونا. هنا نصل للمشهد الأخير في هذه البطولة التي تحمل الرقم 6 في تاريخ بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين. للمرة الثانية على التوالي أسود الأطلسي في المشهد الأخير في النهائي، ونأمل ونمني أنفسنا بأن يكون اللقب أيضا عربي للنسخة الثانية على التوالي وللمرة الرابعة في تاريخ هذه البطولة. ثلاثة أسابيع من الصراع بين هذه الكرة مخطوفة بين سفيان بوفتيني، ولكن يعود سريعا سفيان ومن أمام لاعب مالي يكسب سفيان بوفتيني ويأخذ خطأ وركلة حرة. عودة سريعة لمدافع جديد فيها ليست خطأ كما على أيوب على اليمين الحافظ يلعب عرضية. البحث عن كل الحذر من هذا المنتخب اللي بالتأكيد وصوله لهذه المباراة النهائية لم يكن ضربة حظ. رحيمي وخطأ قوي وأول بطاقة صفراء هتنشر في وجه اللاعب اتلال لمنتخب مالي. هجمة الآن خطيرة لمنتخب مالي، عودة من جانب نوح السعداوي، لكن السلام تدخل من جانب عبد المنعم بطويل اللي بياخد خطأ وركلة حرة. ووصلنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للدقيقة العاشرة من اللي على تنفيذها إيساكا السمكي. السمكي المدافع الأيمن يلعب كرة عالية، سقوط داخل منطقة الجزاء وكرة مرت إلى ركلة مرمى. أكمل فيديو موجود بابلاك سيما. هذه كرة مخطوفة ومحاولة مرور سقوط وخطأ ركلة حرة ومطالبة ببطاقة صفراء لإيساكا السمكي. لديه إنذار لسه حاصل عليه منذ قليل. وويرو حافظي يعطي الإشارة لزملائه. عبد الإله الحافظي يلعب كرة خطيرة، رأسية مرت إلى خارج المرمى. رأسية أيوب الكعبي تعطي التهديد الأول الآن لأسود الأطلسي في وجه الحائط المكون من أربع لاعبين، في لاعب آخر بجوار حائط من اثنين من اللاعبين. وهذه تسديدة جيجي ديارة، يا سلام جيجي ديارة، يا سلام سدد أمامنا سفيان رحيمي. وديارة في اللحظة من عمر وأحداث الشوط الأول في هذه المباراة، ولا زالت النتيجة حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف. خطأ يأتي الآن ركلة حرة في مكان خطير. سمكي على التنفيذ يلعبها عالية رأسية واحد، هذه تبريرة وهذه الانفراد والفرصة الآن، ولكن أنس الزريتي يا سلام، أنس الزريتي من أمام بوس على دراجة الشوط الأول. لا زالت النتيجة حتى الآن هي التعادل، وهذه تسديدة لكن بعيدة مرت خارج المرمى ركلة مرمى. تسديدة ديمبا ديالو، ديمبا ديالو جرب حظه من خارج منطقة الجزاء. استس أنس الزريتي، أنس الزريتي يتعرض الآن لإصابة، بينما محمد أمسيف الذين على مقاعد البدلاء أيضا. الحارس لاعب كرة في الأمام عمر النمساوي، ضربة رأس من جانب أخيرة متبقية من زمن الوقت الأصلي للشوط الأول. تسديدة لكن خارج المرمى، تسديدة جاءت من جانب وأمام المنتخب الكاميروني في نصف النهائي. المنتخب اكتسع لكرة خطيرة في الأمام وكرات ملعوبة. هذه أنس الزريتي الحارس الأمين، أنس الزريتي يمسك أنس الزريتي، لكن حذار يا بوفتي. على طول تدخل يأتي من جانب المدافع المساوي، وهذه ضربة رأس مرت إلى ركلة مرمى. كرة رأسية مرت إن في الآونة الأخيرة تعود طبعا للعمل الرائع لفوزي لقشة. أطلق حكم المباراة بيتر ويرو صافرته، وأو كان على الجهة اليسرى سعداوي، كان على الجهة اليمنى في الشوط الأول. وزي على الجهة اليسرى يبحث عن زميل يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، وصلت سهلة إلى جيجي ديارة. مباراة حتى عمر النمساوي
في تنفيذ الركلة الحرة الجانبية للمنتخب المغربي النمساوي. يلعب كرة عالية على القائم البعيد، مرت إلى ركلة مرمى كانت قوية من جانب عمر النمساوي، لم يلحق بها نوح سعداوي. سعداوي يلعب عرضية خطيرة، أيوب الكعبي، عادت فرصة لكن ضاعت على المنتخب المغربي. تعود من جديد لله حافظي، مرة الكرة في الأمام خطيرة، لا لا لا، غريبة غريبة يا رحيمي رحيمي، ومطالبة بركل جزاء، ونحن كذلك في الانتظار، لكن زاد الانتظار، زاد وقت الانتظار. يا بيتر واويرو، بملكت السيمة، ركلة مرمى، ركلة مرمى، إذن لا وجود لركل جزاء. وعشر دقائق مرت الآن من زمن الشوط الأول في هذه المباراة، هنا لإعادة من جديد. يا لا من تبرير لشوطين إضافيين، كرة عالية في الأمام خطيرة رأسية مرت خارج المرمى، أخطر فرصة في المباراة. عبد الإله الحافظي يستعد الآن للتنفيذ، حافظي يلعبها في الأمام نوح سعداوي، غير اتجاه اللعب، قوية التمريرة من نوح سعداوي على سفيان رحيمي، مرت إلى خارج الملعب إلى ربي التماس. تفاصيل صغيرة مشاهدينا، هذه كرة في الأمام، هجمة تسديدة خطيرة، والحارس أنس الزريتي يتألق، أخطر فرصة الآن تأتي لمنتخب مالي، وأنسيرة وسقوط من جانب المساوي، وخطأ على المساوي، خطأ على حمزة المساوي، سقط في المباراة النهائية. والكونغو على غانا بهدفين مقابل لا شيء في النصف النمساوي، تردد من جانب عمر، يلعب ركنية عالية راسية، جول جول يأتي الآن للمنتخب المغربي، سفيان البختيني يسجل بضربة رأس جميلة، ركنية تردد فيها النمساوي، هل يرسلها مباشرة أم يلعبها قصيرة مع الحافظي؟ في النهاية لعبها على طول من مرة واحدة، ويسجل سفيان البختيني الهدف المنتظر. تهتز الشباك إذن، ومنتخب أسود الأطلس يتقدم الآن على المنتخب المالي برأسية سفيان البفتيني. سفيان البفتيني ينطلق عبا مكان سمبالي، والركنية العالية، المنتخب المغربي رأسية من جديد خطيرة، جول جول لأيوب الكعبي، هدف ثاني يأتي الآن لأيوب الكعبي، أصبحت 2-0، واللقب يقترب من المنتخب المغربي، رأسية جميلة، والهدف الثاني يأتي الآن للمنتخب المغربي، رأسية من البداية من جانب المفتيني، والكعبي أسكنها الشباك، والمنتخب المغربي يسجل ثاني أهدافه من خلال ركنية أخرى، ركنية أخرى من جديد تأتي بالهدف الثاني للمنتخب المغربي. قلت أن الضربات الثابتة كلها كلمة السر في هذا النهائي الكبير، الكعبي يظهر ويسجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.